أحبائي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ست عناوين أستطيع أن أقف معها انطلاقا من شخصية سماحة الوالد الشيخ عبد الأمير الجمري رحمة الله تعالى عليه. العنوان الأول، المعنى الأول، الانتماء الذي بزغ منه سماحة الشيخ الجمري قدس الله نفسه أحد بيوتات البحرين العريقة المعروفة بالعلم والتقوى والمتجذرة في البحرين من قبل الإسلام. جذورهم تعود إلى حضارة البحرين المختلفة. بيت الجمري، أسرة الجمري، أسرة التي تمثل نسيج البحرين، نبت البحرين الطبيعي، بيت عاش بين بيوتات البحرينيين. نعم هو بيت علم فهو عند فضيلة العلم، وبيت نعمة وخير، بيت فيه عطاء أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالخير. هذا ما جعل هذا البيت وما جعل الشيخ الجمري ينفصل عن البيئة التي انتمى إليها في بني جمرة وفي بقية مناطق البحرين. فبزغ الشيخ الجمري محتضن البحرينيين، رافض أن ينتمي أو يعيش في أبراج عاجية أو في صيغة فيها علو على الناس. مع كامل الاحترام إلى من يولد من أسرة علمية أو من أسرة ذات وضع مادي جيد، ولكنه لا ينتمي إلى محاسيس الناس، ما ينتمي إلى مشاعرهم. وقد لا يعني أنا ما عندي لوم كثير، أنا عندي إشادة بالفضل، ما عندي مشكلة مع شخص انتمى إلى أسرة علمية وهذه الأسرة العلمية حماها الله سبحانه وتعالى بثراء، وتشوف الأبناء يجون ما لهم علاقة، متدينين وأحيانا علماء بس ما لهم علاقة بواقعهم، ما هم متزجين بالواقع، ما يشعرون بحقيقة هموم الناس، آلام الناس. شيخ عبد الأمير رحمة الله عليه لا، كان ممتزج، كان يشعر بفطرة بشكل طبيعي بالناس، بهمومهم، بمعاناتهم. ما خلى هذا التميز، تميز الانتماء، ما فصل عن مجتمعه. في مختلف ظروفه رحمة الله تعالى عليه كان شعوره بهذا الهم وامتزاجه بهذا الهم مصدر لأعماله، مصدر لأعماله، أعماله الفردية على مستوى يعني الرعاية، الاهتمام بالفقير، بالضعيف، بالمحتاج، هموم البعد الثاني، هموم السياسية، نصرة المظلوم. ما يقدر يمر يعني شخصية ممزوجة، ما يقدر يمر بالناس ويشوف معاناتها وبعدين يتركها، ينام عنها، يغمض الطرف عليها. تمثيل إلى أبناء البحرين. النقطة الثانية، امتلك الشيخ الجمري منذ نعومة أظفاره روح حرة، روح تشعر بأن العبودية يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. الأوضاع الضابطة
التي فرضت آلهة غير ألوهية الله، حاولت أن تفرض ألوهية بشر في الحكام، وحاولت أن تمارس هذا الضغط باستمرار على المجتمع ليرضخ لعبوديتها، يرفعها من مقام البشرية التي فيه الخطأ وفيه الصواب، سواء كان حاكم، محكوم، أي منصب من المناصب. أرادوا بسلوك معين أن يطبعوا الناس على أن هؤلاء لا يسألوا عما يفعلون، ولهم نجاحات في ذلك. الشيخ عبد الأمير الجمري من أيام الصبا، بعدين يعني صار القائد في مراحل المتقدمة، من أيام الصبا عنده روح حرة متمردة. الناس اللي عايشوا سافروا معه إلى النجف كانوا قبل ذلك رعوه في الدراسة أو زاملوه في الدراسة الأولية، كانوا يتكلمون عن هذه الروح، روح لم تقبل العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، بينما استولت بحكم الاستمرار والعادة روح العبودية على الكثيرين بدرجات مختلفة. شخص ينغمس في العبودية لأنه ولد فاقد إلى معاني الحقيقية للحرية. الإنسان إذا يولد، يعني الآن ما موجود هالصيغة بس أمر بها، يولد إلى من أبين يعني مملوكين، هو وهو عابد جاي من أب مملوك وأم مملوكة، ما يتساءل ليش أنا مو حر، ليش أنا يملك زمامي أمري وأنا أكون عبد في المعنى التاريخي. من الصعب على العبيد أن يمتلكوا هذه الحالة، لأنه مسكين جاي يمكن جد عبد، أبوه عبد، فيوجد العبودية درجات. هذه العبودية الطبيعية التقليدية اللي كانت موجودة وبعدين يعني انتهت منها البشرية وألغت البشرية، بس في ناس تولد عبيد بطريقة وبأخرى، درجة من العبودية. يعني عندما تعيش في بلد أنت ما تقرر فيه، هذا نوع من العبودية، ليش يقرر فيه غيرك أنت ما تقرر فيه؟ على أي أساس يقرر آخر؟ على أي أساس يقرر آخر؟ ولذا كانوا العبيد ما يصوتون، العبيد في الدولة ما يصوتون. في الديمقراطيات الأول ما نشأت في بريطانيا وفي أمريكا وفي، العبيد ما يصوتون، ما لهم حقوق. مثال جايبينها من فكرة العبودية، ندرين العبيد الزنوج السوداء ما لهم حقوق، متى انتفضوا مساكين حصلوا لهم بعدين داعم من لينكولن في المرحلة الأولى، وبعدين حصلوا إليهم يعني حركة المجتمع، تخلصوا منها في السبعينات، خلصوا منها في الستينات، في السبعينات، روح عبودية. إحنا في الأنظمة ذات الطابع الإسلامي والطابع القبائلي، حاول النظام على مر التاريخ بعد أن حرف الإمامة وحرف الخلافة وحرف منصب القيادة السياسية عن الأسس التي جاء بها الإسلام، حاولوا أن يصنعون من أنفسهم آلهة، وخلقوا مجموعة من الروايات الكاذبة من أجل حماية ألوهيتهم. فيقول لك ما تسأل ولي الأمر، سماه ولي الأمر، ولي الأمر الجاي بالسيف، الجاي بالخديعة، الجاي بالقتل، الجاي بالدبابة، الجاي بكل شيء، ما تسأل، وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك وإن اعتدى على عرضك وإن شو، وين العقل؟ فضلا عن رسول الله، فضلا عن كتاب الله، فضلا، بس هذه الأنظمة حاولت أن تصنع ذلك، وحاولت أن تلبس بعادات سمت تقاليد والاحترام العادات العادات والتقاليد البالية الجاهلية. إذا سرق فيهم الشريف تركوه، شيخ القبيلة يسرق مال القبيلة، يستولي على جهد القبيلة، عادات بالية.
الأنظمة كلها في كل الدنيا تحاول أن تؤدى الأنظمة الإنسانية التي تم اكتشافها في القرون الأخيرة تأنسنت يعني صارت إنسانية. إنسانية يعني ما تدعي ممارسات الألوهية. إحنا أنظمتنا باسم الدين أحياناً باسم العادات أحياناً تدعي الألوهية ما يسأل. ولذلك جت فكرة الذات المصونة التي لا تمس. ما في الفكر الإنساني أحد يمارس مسؤولية ما يسأل. يسأل إنسان ذاك فكرة عبودية ذاك فكرة ألوهية. اللي ما يسأل الله اللي ما يسأل اللي ما يسأل المعصوم عندما تقر له بالمعصومية غيره لازم يسأل. الشيخ رحمة الله عليه كان حر في نفس حرة. كل هذه الألاعيب لم تنطلي عليه ولذا كان يقف ضد هذه المعالم واختار مدرسته السياسية في جهاده ضد هذه المعاني وجاهر بصوته ضد هذه المعاني فرفض الظلم وقاوم الطغيان وناضل من أجل الحرية والكرامة. هذا النضال اليوم علينا سهل أيها الأحبة. هذا النضال اليوم علينا يعني شو سهل؟ اليوم إحنا عندنا تجربة إلى شيخ الجمري عشناها قريبين من عندها قريبا نقلت إلينا. ولكن أيها الأحبة هذا النوع من النضال على سبيل المثال في السبعينات ليس سهل في الستينات مو سهل وخصوصا في هذه المدرسة أيضا. أنا أقول خصوصا في هذه المدرسة بس لمرحلة تاريخية لمرحلة تاريخية في مدارس في البحرين منتمية إلى الشيوعية منتمية إلى الناصرية سبقت المدرسة الإسلامية في المقاومة من أجل الحرية والعدالة والمساواة. إجت أفكارها من روسيا وهي الثورة الشيوعية. إجت أفكارها من الثورة الناصرية. ففي نضال عندنا. في نضال. ما أقول أن التيار الإسلامي كان مو موجود. التيار الإسلامي كان موجود في حركة الهيئة. كانوا موجودين الناس. لكن من بلور التيار الإسلامي تيار سياسي رافض للعبودية رافض للذل مطالب بالحرية سماحة الشيخ الجمري سيد أحمد الغريفي بجانب ثقافي فكري شيخ عيسى القاسم هذا الجيل هذا الرعيل الأول. الحين إحنا جايين وارثين مسألة سهلة جدا قالوا شيخ علي سلمان بيروح يصلي في جامع الصادق. شيخ علي سلمان راح يصلي في جامع الصادق وراء آلاف من الناس جابينهم شيخ عيسى. شيخ علي سلمان راح يصلي وراء مكان الشيخ الجمري في جامع القفول وراء مئات من الناس آلاف من الناس جابهم الشيخ الجمري. ريح باقي شوية أحفظ شوية أمور سياسية وأقولها. بس من هو صنع هذا؟ أنت ما تعيش لحظة الصناعة تعرف حجم المعاناة. ما حد معاهم ما حد معاهم يغردون في وادي. هذه الناس اللي عاشت لحظات التأسيس تغرد في وادي. شكد هذه حامل. اليوم أنت تعتقل وراك آلاف الناس شعب أو عالم أو شو اسمه ما أحد. عندما أقول ما أحد يعني حجم الوعي كان محدود. جمعية التوعية جودت اعتقل أو شو اسمه ما أحد الساعة 7 موجود في البيت. رموزنا ها الوضع كان أحسن. ضربة الثمانينات اللي عانها الشيخ الجمري واعتقلت فيها أهله وسرته وحباه وكذا. ولدت التسعينات جو آخر نتيجة إلى عقدين. فترة كم هذا العطاء؟ النقطة الثالثة انطلق الشيخ الجمري رحمة الله تعالى من رؤية دينية إنسانية وطنية صادقة. وهذا الانطلاق من هذه الرؤية فتح إلى آفاق فتح أمام آفاق أفق من آفاق التي فتحها إلى الانطلاق الديني من رؤية قدرته على المواجهة والصمود في الظروف المختلفة قدرته على المواجهة والاستمرار مهما قست الظروف
لأنه يتكي على فكرة أن الله معه. إنزين الظروف الآن المادية ما تساعد، أنت نفر قليل وعندك يعني طرف معادي متمكن، ما يضعف. لا يستمد إرادة من الله، يستمد رؤية حركة من الله سبحانه وتعالى، ما يضعف. موجود في السجن شيخ في 60 من العمر أبد. حتى وإن قست ظروف الحياة هو عنده مرتكز ديني، أنا أريد الآخرة، نحط عيوني في عيون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، شو أقصى ما يقدرون يسوون فيه؟ يقتلوني، أديت واجبي. هذا ما يقف، هذا إلى ما الله سبحانه وتعالى امتحن بالمرض هو يجاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعمل من أجل الإصلاح الحقيقي الجاد الذي يحقق إنسانية الإنسان في هذا الوطن. رؤية منفتحة بالبعد الإنساني والبعد الوطني، ولكن مقيدة مع شديد الأسف بفعل هذا النظام الذي يرفض على أبناء البحرين أن يكبرون. في سياسة هي سياسة العقدة. شوف في البلاد الديمقراطية ما عنده مشكلة النظام مع المفكر، ما عنده مشكلة. أنا سياسي أدي وظيفتي نتيجة لانتخاب الناس، انتخبوني من أجل أكون رئيس وزراء لهم أو أكون رئيس جمهورية، أنا ما لازم أكون أفضلهم وأفهمهم وأعلمهم وكل شيء، لازم أكون أحسنهم، ما عندي هاي العقدة، ما عندي هالمشكلة. فلما يكون في مفكر، لما يكون في عالم، لما يكون في ملياردير، لما يكون في، ما عنده حساسية النظام. إحنا أنظمتنا عندها حساسية، عندها حساسية. واحد يبني برج عنده حساسية من عنده، برج وبرج حديد. واحد عنده فلوس واجد عنده حساسية من عنده، واحد عنده يتكعرف يتكلم عنده حساسية من عنده. هيك. لذا هذا النوع من الأنظمة تعمل على إغلاق الآفاق أمام الناس، لازم الناس كلها تصير صغار، ما ينفتحون، ممنوع ينفتحون على العالم، ممنوع يكون لهم كتب، ممنوع يكون مفكرين، ممنوع يكون شيخ. من عرف روحيته عنده روح إنسانية، روح وطنية وروح إنسانية منفتحة شوية، بس نرفع الضغط شوي راح إلى جمعية الإخوان المسلمين في المحرك، وراح إلى علمائهم، وراح إلى شو اسمه، راح إلى الإسلاميين، راح إلى العلمانيين، حاول ينفتح على الأطر الوطنية. ممنوع عليك تنفتح، ممنوع عليك تنفتح على الأطر الوطنية، ممنوع. ممنوع تزور أحد من السنة، ممنوع تزور أحد من العلمانية، مؤامرة. شيخ في 92 حتى يسوي هذه العريضة، تطلع هذه العريضة كأنك مسوي مؤامرة وخطط سرية ولقاءات. شنو بنلتقي بقية أهلنا في البطن؟ ممنوع. وكان جوازه معتقل من الثمانينات، ممنوع هو شيخ عيسى، ممنوع يسافر. والله هو روح، الله يطول عمر الشيخ أبو سامي ويحفظه. الشيخ أبو سامي حمامة بيت، يعني قاعد هني في المنبر كل يوم جمعة تحصله شو اسمه، يلا يلا يروح يزور مني. الشيخ الجمري لا يحب يطلع، الشيخ الجمري إذا ما كان مقيد كان مفتوح له فوق له، يحب يروح، يبقى يروح لبنان، يروح الرؤني، يشوف الناس، يتكلم معهم، عنده هاي الروح. لكن النظام يحاصرك. وفي روح المؤسسات أيضا، لتفضل في شيخ محمد جميل، حسن محمد جميل، روح المؤسسة، روح العمل، إن المؤسسة هذه الأموال اللي كان يبذلها ويصرفها من مال الشخصي ومن مال الخمس، ويروح يتدين هني. في ناس أعرف يروح يتدين من عندهم هني، لا موجود، يروح يتدين من عندهم شخصيا حتى يسدد مال الحوزة، أنت مكلف. روح المؤسسة، روح العمل، لكن ممنوع. يقدر مسكين ويسوي له مؤسسة ويقول هاي مؤسسة خيرية للصرف على الفقراء؟ ما يقدر، ينحاكم، يسأل عنها. يسوي مؤسسة ثقافية فكرية، ممنوع. توعية انغلقت وانقفل، ممنوع. حوزة بالدز ماشية، بعد وديني ولا هو شخص
النقطة الرابعة، الجمري نموذج للعطاء في الأبعاد المختلفة. ما أحد يستطيع أن يفي بكل يعني كل متطلبات الحياة من حوله، لكن في هذه الميزة. فلان اعتقل، احنا نسمع وياه فلان اعتقل مثلنا مثل غيرنا. زين، هذا اللي اعتقل عنده اولاد؟ ما عنده اولاد. يشتغل؟ ما يشتغل. وهو الواحد يوصل مساعده اليه شيخ عبد الامير الجار. احنا ناس واجد موجودين نشتغل في العمل السياسي، شو عنده هاي الروح؟ عنده البحوشه وعنده يعني وين ما يشوف في حاجه الى العطاء يروح. في حاجه للعطاء، في واحد يلقي خطب ويلقي محاضرات ويلقي كذا على حساب راحته وعلى حساب قعدته وعلى حساب كذا وعلى حساب شو اسمه. هم جابوا هاي الثقافه، شيخ عبد الامير الجمري، شيخ عيسى، شيخ فلان، يروحون يلقون خطب في المساجد، في المهاتم، في المحاضرات كذا. اول كانوا الناس تجي تقول لهم زين الحين نعطيهم تلين فلوس؟ لو ما نعطيهم فلوس، لان الخطباء مع المنابر اذا القى قرى المول لا يعطون يعني مقسوم. وكانت هذه الظاهره ان الناس هي متعوده يعني العطاء الفكري، العطاء المادي لكل شخص، كل شخص، كل شخص يعرف عنه محتاج وعنده القدرة أو يقدر يتداين له أو يقدر يسوي له حاجة أو يقدر يسوي له. عطاء على مستوى المؤسسات أشرنا إليه، وعطاء إلى شعب، عطاء إلى الشعب. هذا شعب مضطهد، هذا شعب مظلوم، شعب مستضعف، ما يقدر يرفع صوته في قبال الظلم. أنا الشيخ الجمري أرفع صوته، أنا الشيخ الجمري في كل حياته، هذا في كل حياته، صغير على منبر عمره 19 سنة يرفع صوته، عضو مجلس ذاك الأيام بعدهم صغار توهم في الثلاثينات، عضو مجلس وطني عامل الراية مالت الناس ومطالب الناس وهموم الناس وقضايا الناس، صار دورة الموضوع ويكون قاضي، قاضي العدل، قاضي رفض أن يقر ظلم. هو في القضاء معروف، معروف في القضاء، من واحد من وزهاء القضاء اللي عايش القضاء في البحرين الشرعي، من أنظف الناس اللي مروا بها المكانات. وهو برا القضاء على منبر يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يرفع ظلامة هؤلاء الناس، ظلامة هذا الشعب، يتحسسها، يعبر عنها. عطاء بلا حدود، وعطاء قدم الشيخ الجمري، الشيخ عيسى، سيد عبد الله، يقدمون نوع من العطاء بلا مقابل، يقدمون القائد الذي يعطي في نفسه وفي أهله وفي ماله، بعدين ما يجي يقول أنا أصير رئيس وزراء مالكم، أنا ما أبي أكون عضو برلمان لكم، هل تجاهدون ناضلنا من أجل البرلمان؟ مو أنا حتى أكون فيه، أنا ما أبغي، أنا ما أبي، أنا فتك، يقول فتكيت من القضاء، فكوني من القضاء، ها؟ لما فتك من القضاء ما أبغي شيء، أنا ما أبي شيء من هذا النظام، ما أبي عطايا من هذا النظام، أعطي، حاولوا بعض شو اسمه العطايا الآن من أجل استماله، من أجل كذا، ما عندي، أنا غني. كانت واحدة من المشاكل، لأن تعرف بعد أنت يقول الآن عندنا مقابلة وخاف هذه المقابلة أن يقومون يعطوني فلوس، يقولون وحين أتورط أن أقبلها ما تليق فيني، ما أقبلها تصير نوع من العداوة. قصة، شوف الشخص عيش النظافة، ما وراء شيء، عندما يجاهد، عندما يناضل، عندما يشسمه، ما هي الصورة اللي يأخذونها على بعض القيادات أن هذا ناضل من أجل أن يكون رئيس وزراء، ناضل من أجل أن يكون في منصب الفلاني؟ لا أبد، ناس ناضلت لوجه الله، لكرامة الشعب، لحقوق الشعب، هو ما قاعد يفكر في نفسه.
هذا النوع من العطاء يستوجب علينا كأفراد، يستوجب علينا كشعب أن نكافئهم وأن نرد لهم عطاءهم الذي قدموه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا الاحتفال والمؤسسات التي تنتمي للشيخ الجمري من الحوزة والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الفكرية هي جزء من العرفان، والله سبحانه وتعالى يجازيه أكثر. الشيخ الجمري رحمة الله تعالى عليه حلقة هامة في نضالنا الوطني من السبعينات مرورا بالتسعينات وختاما بالألفية الأولى في الألفية الثالثة في القرن 21، مدرسة مناضلة نقية نظيفة وطنية أسست إلى هذه الكرامة. صحيح احنا في التسعينات انتفاضتنا كان السقف المطروح إليها العودة لمجلس 73، دستور 73، وهي خطوة كانت في 73 وكانت في التسعينات ستكون خطوة أولى، خطوة هامة، خطوة هامة. إجت حيلة الميثاق سميها، إجت التفافة الميثاق، وإجت تعهدات الميثاق، وجاء الالتفاف بعد ذلك على الميثاق. ولا الشيخ الجمري حاول أن يحصل لنا على دستور 73 وفوق دستور 73 عندما ذهبوا، أعتقد كان في 9 فبراير، وقالوا إحنا عندنا يعني مجموعة أمور وهواجس إحنا نريد نستوضحها. أن الدستور 73 ما يمس، وأن المجلس المنتخب هو صاحب الصلاحية التشريعية والرقابية، هو الدكتور علي العريبي صاحب الله ما أدري كان إياهم مصطفى حسن أو لا، لأن بعدهم معتقلين ذيك اللحظة ما أعرف لأن أفرج عنهم في الأسبوع الأخير. انتفاضة التسعينات قادتنا إلى مرحلة الشعور بالكرامة، حتى وإن لم نتحقق نتيجة الالتفاف على الميثاق مطلبنا، لكن كل بحريني أصبح يشعر بأنه كريم. ما يرضى ينهان في مؤسسة، في وزارة، في مكان. الظلم يوارس عليك الظلم، لكن أقبح شيء أن يصل الناس إلى الشعور بالقبول بالظلم. تكون عزيز مثل الأنبياء، مثل الأئمة. أنبياء يعني نصفوا ما نصفوا، ولكنهم أعزاء، أعزاء يشون العزة. صار شبابنا، صار شباننا، شاباتنا، رجال نساء نشعر بالعزة. في انتفاضة التسعينات وولدت انتفاضة التسعين نشعر بالعزة، وهذه الثورة جزء من هذا النماء، جزء من هذا التراكم. العزيز ما يخضع، عزيز ما ينضع. يعني تقدر تسجنه نتيجة للظروف، سجنوا أئمة وسجنوا أنبياء وقتلوا أئمة وقتلوا أنبياء، لكن ما يليش دليل. نفسه ما فيها ذل، شعب نفسه صارت من هذه النفس الجمرية تأبى الظلم، تأبى الخنوع. الجمري رحمة الله تعالى عليه صاحب رؤية وطنية إنسانية لو قدر لها أن تتحقق في 73 وتستمر، لو قدر لها أن تبعث من جديد في انتفاضة التسعينات، لكان هذا الوطن ينمو بالخير، بالأمن، بالاستقرار. لما احتجنا إلى ثورة 14 فبراير، لو سمع النظام من أمثال الشيخ الجمري وأخذ النظام بمطالب الشيخ الجمري وتفاهم النظام بإنسانية وبعقلية وبوطنية مع الشيخ الجمري، ما احتجنا إلى ثورة 14 فبراير.
ولكان كما الآن نتغنى في جنوب أفريقيا بأن نيلسون مانديلا صنع وطن الإنسان للسود والبيض، لكان الجمري صنع وطن الإنسان للسني والشيعي، للعربي والعجمي. ولعاشت البحرين بهناء واستقرار ورخاء. رحم الله الشيخ الجمري، مضى على بصيرة من أمره، قدم كل ما عنده لله سبحانه وتعالى. نحسبه مع الأنبياء والشهداء والصديقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.